في إطار المعارض الوطني للخشب في دورته الثانية نظمت اليوم ندوة حول يعني وسائل الإعلام وتسويق منتجات الصناعة التقليدية اللي أطرها الأستاذ جواد الرامي مدير إذاعة ام اف ام سايس وعبد الربيه الحسن ساعو موظف في غرفة الصناعة التقليدية. هذه الندوة من خلالها تم إبراز الدور اللي كتقوم به وسائل الإعلام لأجل التعريف منتجات الصناعة التقليدية وكذلك اكتساب تقنيات يعني كتواكب تطورات العصر من أجل تمكين الصانع التقليدي من ترويج منتجه على مستوى وسائل الإعلام المختلفة السمعية البصرية الرقمية الورقية. وكانت مناسبة اللي تم فيها التفاعل مع الأفكار اللي طرحت وكذلك مناسبة لاكتساب مهارات جديدة غتمكن الصناع التقليديين من ترويج منتجاتهم بطريقة احترافية وعلمية. للمح